لسه مع حضراتكم وبرحب بالكابتن وليد صلاح عبد اللطيف اللي مشرفني مره تانية. كابتن وليد، خلينا نبدا بتوقيع العقد مع كابتن معتمد جمال المدير الفني. نقول ايه بقى، المؤقت ولا بتوقيع عقده النهارده من قبل مجلس اداره نادي الزمالك ممكن يكمل معتمد جمال لنهايه الموسم ونشيل المؤقت؟ ما انا مش عارف يعني حته مؤقت دي اتحطت ليه، يعني حته العقد يعني طبعا المعتمد الكابتن معتمد انسان كويس جدا ومدرب عالي جدا وعنده خبرات، ومجلس الاداره طبعا يعني انا شايف الكابتن معتمد يكمل ده مبدئيا يعني، ودي حاجه كويسه من مجلس الاداره طبعا. لكن انا بعمل عقد خلاص يعني انا اكمل بقى الراجل ليه مؤقت؟ كلمه مؤقت دي برضو انا يعني ما قريت الموضوع. طب انا مؤقت خلاص ما تعملش عقد كده؟ المفروض يعني وبعدين هو معتمد ابن النادي والكلام ده كله لكن انا اتمنى كنت اتمنى لو هو تعمل له عقد، كلمه مؤقت دي تتشال تبقى عقد يكمل نهايه الموسم. واحنا شفنا يعني هو الراجل ما شاء الله اربع ماتشات كلها مكسب وده حاجه كويسه. زائد ان انت السكواد بتاعك مش كامل وفي وقف قيد، وبالتالي انت شغال على 13 14 لعيب بالظبط، هم دول اللي ماشيين معاك الماتشات اللي فاتت دي كلها. دي حاجه ترجع لكابتن معتمد اللي هو رجع الفرقه تاني صراحه، والفرقه ماشيه بشكل كويس جدا جدا. في استقرار اداري هيبقى في استقرار فني، استقرار اداري استقرار فني، في استقرار في مجلس الاداره يبقى في استقرار فني هيبقى في نتائج. عشان كده جه توقيع العقد، دي حاجه ايجابيه علشان طبعا علشان يجي الاستقرار ده اكتر كمان. هو جه مع اداره الزمالك الجديده وبيجي النهارده كمان استقرار الفني بانه كابتن معتمد جمال يكمل الى حين. يعني افرض مثلا هو قال لك ايه بعد شويه كده انا بتفق مع مدير فني اجنبي، فما اقدرش بقى اخدعه واقول له حاجه او انت مكمل معايا للاخر واعمل له عقد طويل مثلا. بص، هي الفكره احنا متعودين ان احنا اولاد النادي مثلا ما بتعملهمش عقود. بمعنى ان انا دلوقتي لو مجلس اداره وليد انت مثلا مدرب عام او مدير فني في الفرقه مش هتعمل لي عقد. يعني كابتن مدحت عبد اللطيف مش معمول له عقد؟ مين كابتن معتمد؟ مدحت عبد الهادي قصدي. مدحت عبد الهادي؟ لا ما فيش عقود. ما كانش معمول له عقود. ما فيش عقود. بتبقى بالاتفاق يعني هتقبض كذا مرتبك كذا. المدير الفني الغريب او الاجنبي هو اللي بيتعمل له عقد.